السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين منوريني وسعيد بوجودكم معايا. هتكلم النهارده عن سؤال كتير جدا عمال بيتسال على القناة، وتقريبا 90% مننا بيسال السؤال ده، بالاخص للناس اللي لسه بادئه في تربية طيور الزينة. هل طيور الزينة بتكسب؟ وبصفة تانية يعني السؤال ده بيقعد يتقال بكذا طريقة، هل لو انا ربيت طيور غالية هستفاد؟ هل لو انا بعت الطيور اللي عندي الكتير اللي سعرها قليل وجبت جوزين ثلاثه سعرهم عالي، هل هيبقى في ربحيه بالنسبه لي وهيبقى الموضوع مفيد؟ وتلاقي بقى انت ايه نفسك عماله بتقعد تسال نفس السؤال بكذا طريقه. طيب لو انا انتجت من الحاجه الغاليه هلاقي حد يشتريها؟ طب تسويقها هيبقى سهل؟ فنفس عارف انت عمال بتسال نفس السؤال، وانا عن نفسي كنت بسال نفس السؤال ده ايام زمان كذا مره، وكنت بقعد ابقى محتار، ولحد ما ربنا كرم وجات لي الشجاعة ان انا اربي طيور عالية. فده ان شاء الله يكون موضوع ان شاء الله بذكرك بيه، بذكرك بقى لو انت لسه اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك والزر الاحمر اللي تحت، وخليه كده لونه يكون رمادي بدل اللون الاحمر عشان كل ما يجي ينزل فيديو جديد يجي لك اشعار بيه. يلا بقى نكمل او نخش بقى في موضوعنا. لما تربي 5 ازواج او 10 ازواج او 20 زوج، انت بيبقى في البداية والنهاية بتبقى في شوية حاجات انت عمال بتعملهم اساسية، اللي هي ايه؟ ان انت كل يوم لازم تطمن ان في اكل حبوب موجوده للطير، ان كل يوم لازم تغير الميه، ان كل يوم لازم تقدم تغذيه جيده للطير بتاعك، او مش كل يوم، كل يوم ويوم حتى على الاقل تدي بيض، غله، خضروات، فواكه، كلام من ده. فدي شويه حاجات لازم انك تعملها مع الطير بتاعك وبصوره دوريه. الطير اللي انت بتربيه سواء اذا كان سعره 1000 جنيه او سعره جنيه واحد، الطير ما هواش عارف ان هو سعره غالي. احنا اللي عارفين واحنا اللي عاملين قيمه للطير ان البلاك وينج ب 4000 جنيه، وان الفرد الاسترالي العادي الجوز ب 50 جنيه وب 100 جنيه و200 جنيه. فالفرق في السعر ده احنا اللي عاملينه، احنا كهواء او احنا كمربيين احنا اللي عاملين الفرق ده، لكن الطير ما يعرفش الفروقات في السعر ده. طيب دي نقطه اساسيه عاوز اكلمك فيها، هل الطير هيفرق في الانتاج؟ وهل الانتاج بالنسبه لي كبيع هيبقى سهل؟ هقول لك وهرد عليك وهخليك انت اللي تجاوب بنفسك في الموضوع ده. في كام الف واحد بيربي طيور زينه؟ في اكتر من حوالي 25000 واحد تقريبا على مستوى الجمهوريه او على مستوى الناس اللي موجودين حوالينا. ال 25000 واحد دول هتلاقي من ضمنهم، لو انت جيت عملت نسبه وتناسب يعني، هتلاقي في ضمنهم 20000 واحد بيربي الطيور العاديه، وفي 5000 واحد هم اللي بيربوا الطيور المميزه. من وسط ال 5000 واحد دول هتلاقي في 1000 واحد بس هم اللي فاهمين كويس. ومن وسط ال 1000 واحد دول، شايفين الارقام عماله بتقل ازاي؟ هتلاقي في 200 300 واحد هم اللي عندهم ضمير وبيبيعوا بما يرضي الله. ومن وسطهم، من وسط ال 200 300 دول، هتلاقي في واحد في ناس من دول التواصل معاهم هيكون سهل ويبيعوا لك بما يرضي الله، ويبقى في بعد البيع خدمات اللي هي ايه يسهل لك لو في عندك عصفور تعبان. هتلاقي في النهايه في عندك 30 40 واحد هم اللي كويسين واسمهم كويس وسمعتهم كويسة وبيبيعوا من يرضي الله. انت بقى اللي بتحط نفسك وسط التصنيف اللي انت عاوزه. هل انت عاوز تكون من 20000 واحد اللي بيربوا طيور عادية ويبقوا عمالين باستمرار عمالين بيشتكم ان الطير مش جايب همه، وان في عندهم مشاكل في التسويق ومشاكل في الرعاية، والطير عمال بيتعب ومش عارف يعالجه ازاي او يعمل ايه؟ ولا انت عاوز تبقى من ال 30 40 واحد اللي هم كويسين وسمعتهم كويسه وبيربوا حاجه تستاهل ويبقى في عندهم ربحيه وحابين يكملهم والامكانيات مسخره ليهم؟ اصل الامكانيات اللي مسخره ليك ديت انت اللي بتعملها، مش هي بتيجي كده باي ذا واي. لا، انت بتجهز نفسك انك تبقى انسان ناجح، زي الطالب كده اللي بيذاكر في الامتحانات او في دراسته. بتفضل طول الدراسه مثلا سي مثلا، طبعا زمان كلكم دلوقتي قاعدين تقولوا هيفكرنا بالدراسه، بس هي دي احسن مثال ان انا اضربه لك. انت بتقعد تذاكر 5 6 شهور عشان في النهايه تيجي تمتحن في ساعتين زمن. ساعتين الزمن دول هم اللي بيحددهم الست شهور انت كنت بتعمل ايه فيهم، كنت بتلعب ولا كنت عمال واخد الموضوع جد. فانت نفسك اللي بتنجح نفسك في اي مجال. ففي ناس تقول لك لا يا عم انا مش عاوز اغامر، خليني اربي العصافير الاسترالي العاديه. طب ما انت لو مش هتغامر يبقى انت مش هتجيب حاجه عاليه، يبقى انت مش هيكون عندك طير يستاهل. طيب خليني كده ان انا عندي مزرعه، وفي المزرعه ديت فيها 30 جوز استرال عادي. الاسترال العادي دوت لما ربنا يكرمني وكل جوز منهم يحط لي 5 6 بيضات، يطلع منهم 4 بيضات،
ابيع لي جوز العيش بتاع الزغاليل دلوقتي بياخدوهم الجوز الزغاليل ب 30 جنيه او ب 40 جنيه، الفواتح ب 40 وب 50، والعادي الغوامق بياخدوها ب 30 جنيه، فلما تبيع لك العيش بتاعك ب 60 70 جنيه، طيب في من 30 زوج انتاجك هيبقى عامل كام؟ اضرب بقى كده مثلا، اضرب 60 جنيه مثلا في 30 كده بنتكلم في كام؟ في 1800 جنيه تقريبا. طيب انت بقى لو انت جبت بدل ال 30 زوج دول، لو انت جبت لك جوز مثلا زي البلاك وينج، الجوز مثلا فيه ب 5000 جنيه، وجاب لك بس في الانتاج بتاعه جوزين زغاليل، الجوز الزغاليل بيتباع ب 4000 جنيه، فانت هتكسب 8000 جنيه. ايه الاحسن؟ اربي جوز واحد واكسب من انتاجه 8000 جنيه، ولا اربي 30 جوز واكسب من انتاجه 1800 جنيه؟ انا ما اتكلمتش بقى عن تكاليف تاكيل ورعايه وخدمه وكلام من ده. طبعا العصفور او الجوز العصافير اللي هياكل، شوف هياكل بكام. طب في المقابل 30 جوز بزغاليلهم هياكلهم بكام، وهياخدوا وقت قد ايه ورعايه قد ايه؟ طيب في حته بقى دايما تقول لك ايه، او الناس تبقى متخوفه منها، هو انا لو انا انتجت طيور بالجوز ب 4000 جنيه هعرف ابيعهم؟ في حد هيشتري مني؟ طب تعالى نتكلم كده بالراحه انا وانت كده واحده واحده. هو لو انت انتجت جوز ب 4000 جنيه وجالك واحد يشتري منك وقال لك لا معلش انا مش معايا غير 3800، ترجعه ولا تبيع له؟ ها تعمل ايه؟ قول لي رايك، اكتب لي رايك في التعليقات، ارجعه واقول له لا معلش انت كده هتخسرني، ولا بيع له؟ طيب لو قال لك انا مش معايا غير 3000 جنيه، لو قال لك 3000 جنيه انت كده كسبت ولا خسرت؟ انا عاوزك تفكر كده وتبقى مخك شغال معايا، هتبقى كسبان ولا خسران؟ لو انت الزوج دوت عاوز تبيعه المفروض سعره في السوق 4000، وانت جالك واحد قال لك مش معايا غير 3000 جنيه، هتبقى كسبان ولا خسران؟ اتمنى ان كلكم تشاركوني الراي وتقولوا لي رايكم في التعليقات، هل هيبقى كسبان ولا خسران؟ وانا هقرا كل التعليقات باذن الله على الفيديو ده، وهوديكم مرد كمان. ولكن خلينا اكمل لك في نقطه معينه واقول لك ان العصفور هيكلفك قد ايه. لو انت جبت زوج عصافير ذكر وانثى وجوزتهم وقعدوا عندك كام شهر لحد ما يكبرهم ويبداوا يشتغلوا، الزوج ده هياخد منك، لو انت جيت حطيت للطير اكل، هياكل منك متوسط حبوب بما يعادل حوالي 15 جنيه كل شهر. والاكل الطري، البيض، الغله، الفواكه، لو جيت بصيت لها تبقى في حوالي 20 25 جنيه. خلينا نقول 30 جنيه عشان لو عاوز تحط ادويه او مكملات غذائيه حاجه تستاهل. طيب العصفور عندك اللي انت فرخته ده وطلع عندك كانتاج، الشهر بقى بتاع الانتاج او العصفور جوز الزغاليل اللي عندك ده اكل بكام؟ كلفك كام العصفور ده؟ هيكلفك متوسط في فرنج الشهرين دول، لان طبعا اكل العصفور مش هيبقى كتير، الصغير هيكلفك فرنج 30 40 جنيه، في شهرين بنتكلم 60 70 جنيه. قول يا عم كلفك 100 جنيه. فلما العصفور يكلفك انت عليك خلال الشهرين اللي هو ان الانثى رقدت على البيض 21 يوم او 18 يوم، وبعدين طلع الزغلول وقعد ياكل لحد ما اتفطم عند عمر 35 يوم، وانت قلت لما تسيبه كمان عندك اسبوع على سبيل يقعد عندك العصفور شهرين ونص، فخلال الشهرين ونص دول انت جيت تبيعه، فالشهرين ونص دول العصفور او جوزين الزغاليل كلفوك حوالي 100 جنيه. فلما تيجي تبيعهم وتيجي تبيع جوز الزغاليل ب 4000 جنيه او ب 3000 جنيه زي ما احنا ما قلنا، والزبون قال لك او العميل اللي جالك قال لك مش هدفع غير 3000 جنيه، يبقى انت كده كسبان ولا خسران؟ انت رايك ايه؟ في ناس بتبص بقى للمنظور تقول لك ايه، لا يا عم ده انا كان المفروض اكسب 4000، فانا لو كسبت جنيه اقل من ال 4000 ابقى انا كده خسرت. يا عم ده انت اصلا الحاجه مكلفاك 100 جنيه. ده بقى نقطه الغلط اللي بتيجي عند ناس كتير، اللي بيبقوا عاوزين ايه، ياخدوا كل حاجه. مفيش حد ياخد كل حاجه، انت على حسب العميل اللي قدامك بتتواصل معاه. ما يبقاش انت لسه بادئ وبتقول يا هادي في بدايه الطريق ونفسك ان حد يشتري منك، وتبقى عمال متعنت مع الناس في البيع والشراء. دي حاجات لقيتها كتير في السوق لما كنت باجي بقابل ناس او في اصحاب محلات، يبقى الراجل عنده العصافير كتيره جدا ومرطرطه ومش لاقي حد يشتري، وتقول له الجوز ده بكام؟ يقول لك 150. يا عم ليه يا عم، ده كل الناس بتبيع ب 120، اشمعنى انت اللي عاوز تبيع 150؟ طب انا هاخده ب 120 ينفع؟ يقول لك لا معلش. طب انا هاخده بثمنه، انا مش هاخده منك ببلاش. فيقول لك لا معلش مش هبيع، انت كده بتخسرني. خسرك مين يا عم، انت كده كسبان وكسبان زي الفل. في عند الهواء كده ايه، بتبقى سن الطمع. لو انت ما عرفتش تسيطر يا بطل على موضوع الطمع اللي فيك، هتخسر الجلد والساق زي ما بيقولوا، وهتبقى باستمرار عندك طير كتير ما انتش عارف تبيع. لازم يكون في عندك فكر مع الطير اللي انت بتربيه، عارف بتربيه ليه وامتى وهتبيعه امتى وهتطور ازاي في الطير اللي موجود عندك.
اتمنى اكون جاوبت على سؤالك، وفي انتظار تعليقاتكم الجميله تحت الفيديو، وتقولوا لي رايكم، هل الطير لو اتباع ب 3000 جنيه وهو سعره 4000 هيبقى كسبان ولا خسران؟ اسيبكم ان شاء الله على خير، ونتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم.